عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا بنصور مكان جميل وجديد وحلو جدا، هو دريم بارك اللي في 6 اكتوبر، وان شاء الله نحاول نغطي جزء منه. هو مكان جميل والهواء روعة، بس اعتقد هو احسن حاجة ليه الشتاء، فناخد اول جزء منه هنا قسم الشلالات وعربيات، مكان صور عربيات وفي مراكب كمان بتمشي جوه النهر. وهنا طبعا الشلالات، ومن بعيد هناك الصاروخ. وطبعا اهم حاجه هنا الشجر، في طبعا النخله واشنجتونيا فريفرا دول الزينه، وطبعا هنا الفيكس بنجامينه، وفي طبعا برضو الجهنميه المقزمه، في نباتات كتيره جدا، وادي الويكا هناك اهيت اليوكا. وهنا في تماثيل شكلها روعة. وطبعا في اماكن هنا طبعا اللي عاوز ياكل او يشرب او عصاير او سوبر ماركت. وأماكن للقعد، في طبعا هنا زلابية وبلح الشام وصابع زينب وحمص الشام. ده طبعا بيتزا، مطعم البيتزا والكريب. ده طبعا ركن، ده طبعا ركن الاكل، مكسرات. هناك العاب فيديو كده، واحنا قربنا هنا للصاروخ. طبعا ده لعبه خطره، طبعا محتاجه حد يكون قلب جامد يستعملها. وفي هنا حاجه زي الجبلايه او حاجه كده، ان بيبقى منظرها روعه وجميل جدا. طبعا في حاجه كويسه ان هو في كراسي كتيره جدا، اللي عاوز يقعد يعني مفيش مشكله. طبعا هنا هنخش على المسرح الروماني، دي طبعا اللعبة تانية غير الصاروخ، الناس بتركبها وبتقعد تلف بيها، دي اعتقد مش خطر، عادية يعني. ده طبعا احنا شفنا هنا ده المسرح الروماني. هو طبعا المكان هنا حلو جدا للتصوير والصور التذكارية.
ده طبعا المسرح الروماني بيتقام هنا في حفلات في الدريم بارك. ده زي ما قلنا هو جزء بسيط من دريم بارك، وان شاء الله نحاول نعمل جزء تاني ليه مكان تاني ومنطقة تانية، ايه برضو نحاول نغطيها عشان اللي ما شافهاش او ما جاش يعرف بالظبط هي ايه عبارة عن ايه، واللي عاوز يجي برضو يتفسح فيها. طبعا زي ما قلنا هنا على المسرح بيعملوا فنون شعبية وبيجيبوا باليه وفي مسابقات، يعني المسرح بيبقى هنا مميز وجميل. دي طبعا شجر الفيكس المطاط او فيكس ديكورا. ودي برضو المبنى الصيني. وان شاء الله ده جزء منه، وان شاء الله اعمل لكم جزء تاني لمكان تاني هنا في دريم بارك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.